أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، معشر السادة والسيدات، عنوان هذه الكلمة التعليم الأصيل الجديد. الهدف من هذا التوجيه هو التعريف بنوع من التعليم لم يشتهر بعد عند الناس كما يجب، ومعروف اختصارا بهذا العنوان: التعليم الأصيل الجديد، أو التعليم الأصيل في صيغته الجديدة. وسمي بالجديد تمييزا له عن القديم. التعليم الأصيل القديم كان في مؤسسات أصيلة موجودة بالخصوص في المدن القديمة العريقة في تاريخ المغرب، مثل فاس ومراكش وتطوان وطنجة وتارودانت وتزنيت ومدن أخرى من هذا الطراز، وكانت له روافد، بمعنى مؤسسات ابتدائية تتجه له يعني الطلبة باش ينجزوا التعليم ديالهم الإعدادي والتعليم الثانوي، ثم بعد ذلك في التعليم العالي كانوا في الغالب ديالهم تيمشي للجامعة القرويين. وكان هذا التعليم يستقطب أبناء المدارس العتيقة، تيجيو ليه الناس اللي حافظين القرآن الكريم ودرسوا العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، وغالبا تيكون السن ديالهم كبير، وتيلقاو الفرصة ديالهم في المعاهد ديال التعليم الأصيل تيكملوا فيها الدراسة ديالهم. ولعب هذا التعليم دور مهم جدا في تكوين أطر المغرب، ونقدر نقول جازما بأنه نصف أطر الدولة المغربية بعد الاستقلال، ولا سيما في بعض التخصصات بحال التعليم ووزارة العدل وما يشبههما، كان هؤلاء كلهم من أبناء التعليم الأصيل، وبقى الحمد لله تيأدي الدور ديالو في الخمسينات والستينات والسبعينات إلى بداية الثمانينات من القرن الماضي، بحيث أنه جدت ظروف خلات المؤسسات ديال التعليم الأصيل تضعف، ما تلات في نفس المستوى اللي كانت عليه. حنا الان ما غاديش نناقشوا الاسباب، كاين اللي قال لك اودي بان هذا الشيء كان مقصود، وكاين اللي قال جغر هكاك، ولكن عموما الضربه القاضيه لهذه المؤسسه ديال التعليم الاصيل ان هذوك الروافد ديال الابتدائي اللي كانت تتغديهم بالتلاميذ تسدات، ما بقتش، وبالتالي كان طبيعيا ان هذه المؤسسات تضعف. ويمكن لي ان اذكر على سبيل المثال، باعتبار انني شاهد من اهلها، معهد التعليم الاصيل بتارودانت المعروفة الآن بثانوية محمد الخامس للتعليم الأصيل،
أنا درست فيها ودرست فيها، كانت في السبعينات شعلة من النشاط، وكانوا النتائج ديالها في أغلب الأحيان كده 90%، وكان إشعاعها الثقافي لا, 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 لا يضاهى. كانوا الطلبة اللي تيقراو تيديروا الندوات وتيديروا المسرحيات وتيديروا المحاضرات وتيديروا أنشطة من طراز رفيع جدا. ملي جات التسعينات كما قلت وتسدوا الروافد وما بقوش الطلبة ديال العتيقات تيجيو لهاد المؤسسة، يعني ضعفت لدرجة أنه كنت أنا هذيك الساعة أستاذ في المعهد، وكان تيبكينا أننا ما تنلقاوش تلمذ ما نقريو، وكانوا الناس في المؤسسات الأخرى وفي المديرية ديال التعليم ملي تيجيهم شي طالب ضعيف نسبيا وما تيستحقش النجاح تيقولوا ليه إما تكرر في المؤسسة ديالك ولا تمشي للمعهد، اللهم يعني إما تكرر في المؤسسة ديالك ولا ننجحوك وتمشي للمعهد، نعطوك الانتقال للمعهد. وكان تيبقى فينا الحال، ولكن في نفس الوقت تنستقبلوا هذوك التلاميذ الضعاف وتنجتهدوا معهم، واحد العداد منهم جا فيهم الله تعالى تيسير ونجحوا ووصلوا للمستويات العليا، وكانوا في المؤسسات ديالهم معرضين للطرد. وبالتالي التعليم الأصيل القديم هنا الحد ديالو إن صح التعبير، رغم أنه باقي مستمر ولكن ضعيف، ما نكذبوش على الله. ولذلك تجمعات الإرادات ديال المخلصين والغيورين، منهم العلماء ومنهم الأساتذة ومنهم المحسنون، يعني فكروا وتعاونوا ونسقوا مع الوزارة وأحدث هذا النوع من التعليم الذي أحدثكم عنه، وهو التعليم الأصيل الجديد أو التعليم الأصيل في صيغته الجديدة. أش اللي تيميز هذا التعليم وشنو هي القيمة المضافة فيه؟ أولا أنه تيهتم بالقرآن الكريم، اللي قرأ فيه تيحفظ ما تيسر من كتاب الله. هناك برنامج ديال القرآن في التعليم الأول الآن ديال الروض، وفي التعليم الابتدائي، وفي التعليم الإعدادي، وفي التعليم الثانوي، كل سنة والبرنامج ديالها، بحيث يمكن التلميذ يتخرج من التعليم الأصيل ويشد البكالوريا ديالو وهو حافظ للقرآن كاملا، ولا حافظ 40 حزب ولا 30 حزب، إلى مات حتى يعيا غادي يحفظ 20 حزب، وهذا مكسب كبير جدا. ما يمكنش ينالو الإنسان إلا من التعليم العتيق ولا من هذا التعليم الأصيل اللي تنتكلم عليه. ثانيا المواد الشرعية، وما ما تيقريوش فقط ما يسمى بالتربية الإسلامية، لا تيقريو المواد الشرعية، تيقريو الفقه وتيقريو الآداب الإسلامية وتيقريو الحديث وتيقريو مسائل أخرى مهمة جدا، السيرة النبوية مثلا إلى آخره، وهي معلومات قيمة تتنشر القيم وتتكون الشخصية الصالحة للمتعلم. ثالثا اللغة العربية، يعني تدرسها مركزة قوية
أكثر مما هو عليه الشأن في التعليم، في التعليم العمومي. واش معنى هذا؟ أنهم تيكونوا ضعاف في الرياضيات وفي الفيزياء وفي الفرنسية؟ لا، حاشا لله. هاد التلاميذ كما تيشهد بذلك الواقع والتجارب اللي داروا الناس في مختلف مناطق المغرب، يعني في طنجة، في قلعة السراغنة، في إنزكان، في غير ذلك من المناطق، لقوا بأنه الحمد لله تلامذة التعليم الأصيل الجديد متفوقين في الفرنسية، متفوقين في الرياضيات، متفوقين في جميع المواد، ومتميزين كما قلت لكم في القرآن والعلوم الشرعية واللغة العربية. والإنسان ممكن أنه يبدأ بهذا التعليم وإلى ما عجبه يتحول التعليم العمومي، يمكن يبدأ في التعليم العمومي وإلى عنده الشروط يتحول وينتقل إلى التعليم الأصيل الجديد. وهكذا الجسور بين التعليمين يعني ممتدة وتسمح بالدخول والخروج كما يقال. علاش هذا التعريف اللي درت لكم؟ لأنه كما شرط في الأول واحد العدد ديال الناس ما عندهمش الخبر ديال هذا التعليم، حتى الناس اللي سمعوا به النظرة ديالهم ليه نظرة خاطئة. ملي تقول لي ديو لديك التعليم الأصيل تيقول لك اودي الله ينجيني يديوه ليا للمعهد. وشنو هو المعهد؟ واحد مؤسسة أصيلة مجاهدة لعبت دور مهم جدا بالنسبة للطلبة في الإنقاذ وفي التكوين وفي واحد العدد ديال المسائل اللي ما 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 يمكنش ليا في هذه الكلمة السريعة أنني نشير لها. عموما يكون عندي شي ولد في هذا السن في المستويات الأولى من التعليم لما اخترت له إلا التعليم الأصيل، وأشهد الله على ذلك لأنني شفت الخير دياله وشفت البركة دياله. ولذلك تنصح الناس أنهم يفكروا في هذه القضية، لأنه إن شاء الله غادي يضمنوا لأولادهم الآخرة والأولى. والله تعالى غادي يسولك واش حفظتي شي ولدك، واش حفظتي ولدك ما تيسر من القرآن أكثر مما غادي يسولك واش وضفتيه، واش لبستيه، واش داويتيه إلى آخره. وفي هذا ذكرى لمن كان له قلب ويلقى السمع وهو شهيد. وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.